كان ميت من هلا. اغلب يوتيوبرز انتقاد رح يغيروا محتواهم من هلا لسنتين. هذا الشيء شفناه مع اكبر صانعين محتوى الانتقاد ورح نشوفه من هلا ورايح كمان اكثر. واحده من الاسباب يلي عم تقتل محتوى الانتقاد او قتلته هي ارباح اليوتيوب. محتوى انتقاد الاصل ما بدي اقعد اتمسخر على الفاضي. محتوى الانتقاد مفروض يكون له سبب، والا ما له محتوى انتقاد، هو محتوى دراما. في كتير قنوات انتقاد بشكل علني عم توطد علاقاتها مع الناس يلي هن عم يعملوا شغلات ما منيحه. صانعين محتوى انتقاد عم يرافقوا وما يوقفوا ضد ناس عاملين كوبي رايت سترايك بمحاوله تسكيت ناس عم تنتقدهم ماما يلي بدهم ينشهروا عليها. يعني مثلا جزء من اليوتيوبر صار يحطوا خواتم خطبة ستوريات ويخلوا الناس يعملوا ريبلايات ويسألوا بعض، وصفحات الدراما والأخبار تعمل لهم نشر ويستفيدوا هن من هذا الشيء. بس لما تكون الدراما تحكي شيء عكس السياق يلي هن بدهم يحكوه بتضايقوا، بيحاربوا الشخص يلي حكى هذا الشيء أو بطلوا بيحكوا معه. هذا الشيء صار مع صفحات أخبار مثلا دانيال نيوز لما كانوا اليوتيوبرز بالمالديف. قنوات الأخبار والدراما طبيعي تنزل شغلات عنهم لأنه أصلا اليوتيوبرز عودوا متابعينهم إنه يحكوا عليهم ويسألوا أسئلة. بس لما صفحة أخبار بتوصل الحقيقة، كل اليوتيوبرز اللي بالمالديفز بيعملوا لها انفولو، وتش أنا هاد شي بفهمه كمان. يعني بالأخير اليوتيوبر بده خصوصية، بس اللي بضحك إنه بده خصوصية لما بده وبده الناس تحكي عليه لما الشي بفيده. كرينج سيرينج. قنوات الانتقاد صارت تلجأ لأنه تتمسخر على تيك توك، لازم تسموها قنوات مسخرة على تيك توك ما تسموها قناة انتقاد. هاد شي كتير كرينج. أنا ما شايف صراحة محتوى انتقاد بيقدر يغير شي بالوضع اللي نحن عايشين فيه. إذا حكيت شي ما منيح على العالم رح يعملوا كوبي سترايك بكل بساطة ويشيلوا لك الفيديو، وهاد شيء بيقدروا يعملوه ببساطة. ثواني شكر لأنه تعليقاتكم على فيديو مبارح حق فلوس معلم، ذهب ذهب أحمر. ممنون انكم عم تشوفوا تطور وشي فظيع ولسه ما شفتوا شي. الحمد لله ما بحس حالي عم نافس حدا او عم سابق حدا او حاطط راسي براس حدا لحتى فشله. عم بشتغل لحتى اطور من نفسي وطور من حالي بس. شكرا.